عبير موسي كانت قد توجهت برسالة منذ البداية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فكرة إطلاق هذه المبادرة التي ستكون بمثابة طوق نجاة للإخوان المسلمين، لأن هذه المبادرة حسب ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هي تستثني فقط كتلة ائتلاف الكرامة. هذا التصريح الأول للاتحاد العام التونسي للشغل. كتلة ائتلاف الكرامة طبعا التي تمتهن كما قلتم العنف والبلطجة داخل تحت قبة البرلمان، وأنصارها طبعا يتميزون بالعنف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضا. إذا الأستاذ عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر كانت قد توجهت برسالة ودعت الاتحاد إلى إقصاء حركة الإخوان المسلمين المسمات بحركة النهضة في تونس، لأنه وببساطة هذه الحركة هي التي دمرت البلاد والعباد منذ 2011 منذ ما يسمى بثورة إلى اليوم. إذن كيف نتحاور مع من دمر هذه البلاد؟ أي أفق أي اتجاه سنذهب إليه؟ إذن هذه المبادرة هي بمثابة طوق نجاة فقط للإخوان المسلمين. الاتحاد أمس يصرح أمينه العام كونه يقصي أو يستثني ائتلاف الكرامة مع كتلة الحزب الدستوري الحر، وهذا أمر خطير وخطير جدا أن يجمع الاتحاد العام التونسي للشغل. ونحن نتذكر والشعب التونسي كله يعرف كونه الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري الذي أسس الدولة التونسية منذ الاستقلال، يعني كان جنبا إلى جنب في بناء الدولة المدنية وفي حداثة المجتمع التونسي. إذن هو شريك الاتحاد العام التونسي للشغل، هو شريك الحزب الدستوري منذ البداية. كيف يأتي اليوم أمين عام للاتحاد العام التونسي للشغل ويدلي بهذا التصريح المعادي للحزب الدستوري الحر؟ ونعرف جميعا أن الشعب التونسي في معظمه شعب بورقيبي وحداثي، صحيح تشتتت الأصوات في المحطات الانتخابية الفارطة لكن معظم الشعب التونسي دستوري، واليوم أثبت الواقع وأثبتت سبر الآراء المختلفة من مختلف الشركات كون الحزب الدستوري يتصدر المشهد السياسي في تونس في حال انتخابات مبكرة أو في الانتخابات المقبلة. إذن الاتحاد دخل في صراع هو في غنى عنه مع الحزب الدستوري، وهذا لا يمثل الاتحاد، يمثل فقط أمينه العام والأجندة التي يلعبونها اليوم مع قصر رئاسة الجمهورية، لأنه أعتقد في اعتقادي كون هذا المقترح أتى من رئاسة الجمهورية من كرتاج، لأنه نعرف كون الأستاذ قيس سعيد لا يروم الحزب الدستوري ولا يروم تصريحات الأستاذ عبير موسي ولا يروم بشكل عام الثبات على المبدأ، لأنه ببساطة الحزب الدستوري ورئيسته ثابتون على نفس المبدأ، يعني لم يحد هذا الحزب عن مبادئه منذ تأسيسه ومنذ 2011. يعني هذا الحزب كان واضحا في علاقته بالإسلام السياسي، كان واضحا في علاقته بالإخوان المسلمين، كان حقيقة واضحاً دكتور عبد السلام الحقائق. يعني لأي متابع للشأن التونسي يعلم جيدا الجهود التي بذلت من قبل الحزب الدستوري للحد من الأنشطة أو أنشطة الإخوان المسلمين والحد من التدخلات الخارجية في الشأن التونسي وأبرزها التدخلات التركية. يعني اليوم لماذا يتم تصنيف هذا الحزب مع ائتلاف الكرامة، علما أن ائتلاف الكرامة اليوم وهذا ما استنكرته حقيقة عبير موسي يعني رئيسة الحزب الدستوري، وهذا الائتلاف هو يعرف بالعنف والتطرف، يعني تم دمجهم في قائمة واحدة واستثنائهم، يعني ما الغاية، ما الأهداف من وراء هذه الإجراءات؟ الغاية هي الحد من شعبية الحزب الدستوري، ولن يطالوا شعبية الحزب الدستوري وأنصاره. يعني هي الغاية مبيتة وواضحة، كونوا يضعون في نفس السلة كتلة ائتلاف التكفير ما تسمى بائتلاف الكرامة مع كتلة الحزب الدستوري الحر الذي يسعى إلى فرض هيبة الدولة والذي يسعى إلى تطبيق القانون. يعني الحزب الدستوري لو تابعتم أخي الكريم أنشطة الحزب الدستوري منذ وصوله إلى البرلمان منذ الانتخابات متاع 2019 سنة الفارطة كانت كلها تحركات مبنية على القانون وعلى أسس واضحة وعلى مبادئ واضحة، لم تخرق القانون لا في اعتصاماتها ولا في تحركاتها الميدانية، كله بالرخص كله بالأذون معناها والقضايا التي تقدم بها الحزب الدستوري. يعني الحزب الدستوري لما يتكلم وينزل للميدان بأنصاره والتعبئة التي شاهدتموها جميعا التي لا يقدر عليها أي حزب حاليا في تونس، تعبئة الجماهير، يعني الحزب الدستوري يتقدم للمحاكم مع المؤيدات والحجج إلى آخره، لكن للأسف طبعا القضاء التونسي نعلم جميعا كونه بعد 2011 سيطر عليه الإخوان عن طريق نور الدين البحيري إلى آخره، لكن القضايا موجودة إلى اليوم والحزب الدستوري يكرهونه اليوم، الائتلاف الحاكم يكره الحزب الدستوري اليوم لأنه بسبب التقدم بخطى ثابتة ولأنه سوف يكتسح الساحة التونسية، القرى والأرياف والمدن، كل الناس اليوم مع الحزب الدستوري الحر، معظمهم كي أنسب الأمور معظم الشعب التونسي إلى جانب الحزب الدستوري الحر الذي بناه هذه الدولة التونسية والذي يسعى وبالكاشف
إلى الحفاظ على كل مكتسبات حداثة الدولة التونسية وبرجدياتها. نعم، الإعلامي والمحلل السياسي دكتور عبد السلام شقير، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وعلى هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من تونس.